ده من ايام المرحوم حسن البنا، ده كانت سياستهم كده، كانوا زارعين ناس في حزب الفتاوح في الحزب في كل الاحزاب وبتعليمات ولغايه النهارده. الله، اصل انا اعتقد لو الاخوان بيمولوا صحف الدوله مش هتسكت عليهم، وكان زمانهم قبضوا عليهم النهارده على الاقل فيما يخص موضوع التمويل. والدوله مش نايمه. لا لا، اصل مش مهم ان انا اديك فلوس مباشره، انما ازاي جماعه الاخوان لها صحف تعمل لحسابها بس. أيوة، الاخوان عارفين مش في مقابل فلوس، بيدفع ازاي المقابل ده؟ بيدفع، لازم يخش من خلال قنوات شرعيه، اعلانات، اشتري منك كل يوم 40 نسخة، 40 10,000 نسخة، 5,000 نسخة، مش لازم اديك فلوس في ايدك يا استاذ عمرو، انما اعمل لك عندك اعلان واديك فيه اللي انا عاوزه ثمن الاعلان. ما هو معروف ان الجهة المعلنة ده ايضا يعني مملوكة للاخوان ولا ايه؟ او عن طريق وسيط. في رجال اعمال وسطاء بيشتغلوا مع الاخوان؟ اه طبعا، في شركات الاخوان. لا انت عارف، هو استنى بس، في شركات الاخوان ما هي موجوده وتحت مسميات اخرى. ايه الحكايه؟ احنا بنتكلم، هو احنا بنتكلم عن سر مالهم بنوك؟ ما تسال يوسف ندف في سويسرا. شركات معاملات ماليه، امشي كده على محلات الصرافه شوف مين اصحابها. استاذ وحيد، فواحد من الناس بنطلب دايما في نهايه حواراتنا مع ضيوفنا ان هم يدعوا الناس الى شيء يخدم الناس او يشاركوا فيه. انت النهارده من خلال برنامج واحد من الناس تحب تدعوهم ليه؟ برضه هزعل الناس مني. اللي عاوز يعمل خير يعمله بنفسه وللشخص الذي يستحق الخير. يعني ايه توصل الحاجه لمن يستحقها بنفسك وفي ايده؟ واعتقد انت فاهم قصدي. انت ايه مشكلتك مع مستشفى 57 درجه 57؟ مش مستشفى 57 وبس. امال ايه؟ انا ضد البيزنس بتاع الخير، ضده تماما. وهل ده بيزنس؟ اه بيزنس. ازاي؟ دي ازاي؟ دي عاوزه حلقه، دي حاجه. يعني مستشفيات بتدعو للتبرع عشان تعالج اطفال ببلاش؟ مش كل المستشفيات. ايه البيزنس اللي فيه؟ لا، كونك تاجر، كون انك تتاجر بالاطفال المرضى وتعرض صورهم بهذا الشكل مساله غير انسانيه. حتى لو كانوا الاطفال او الاسر موافقين؟ الطفل، بقول لحضرتك ايه، في اسر بتشغل اولادها دون السن القانوني وفي مهن لا يصح ان يعمل بها الاطفال. هل انت تقر الاباء على هذا؟ لا، ربنا لما خلق الانسان خلقه وكرمه. وما تستغلش العاهه بتاعتي في انك انت، بس ممكن ده مش بيدي الناس فرصه ان هم يتعاطفوا اكتر مع الحاله فتبرعوا لما يشوفوا الحاله غير لما يسمعوا عنها. يا استاذي، انا في الاول قلت لك انا اتربيت على الكبرياء والكرامه. خلاص، المرض ده مش محتاج انك تطلعني بهذا الشكل المهين عشان حالة التعاطف. اللي عاوز يعمل خير بيعمله، لكن ده فرق ايه الطفل المريض ده عن اصحاب العاهات اللي بيشحتوا في محطات؟ يعني انت المرور. مش ضد مؤسسة بعينها، انت ضد فكرة استغلال المرضى في الاعلانات. انا ضد، انما هناك ناس شرفاء افاضل. يعني بص، أنا كنت ضد الحملة الإعلانية اللي عملها بنك الطعام. أيوه. وضد فكرة إنك تاخد بقايا الطعام وتوزعها على الناس. أيوه. وهاجمت هذا البنك هجوم شديد جدا أنا وغيري. أعتقد كان معايا في الحملة الأستاذ جمال الغلطان. فوجئت بحاجة عظيمة جدا، إن البنك غير سياسته وغير الاعلانات القبيحه اللي كان بيعملها. صحيح. انا هو بقول لك ان ده شيء طيب وشيء محمود. انما ان في مستشفى يصر على هذا رغم ان هو بعت لي جواب وقال لي في، يعني ما فيش داعي. فانا مش ضده كمان.
والحسن الحظ بقى ان القضيه انتقلت مني الى بس اظن هم كمان غيروا اعلاناتهم على فكره يا استاذ وحيد. لا لا ما غيروا، هم عملوا اعلان واحد بشكل لائق، لكن بيركزوا في البث التلفزيوني على الاطفال اللي هم، انا في رايي ان المرض مرض السرطان اكثر رحمه على الاطفال من هذه الاعلانات. انا بشكرك جدا جدا، واتمنى لك التوفيق، واتمنى لك الصحه. انا عارف انت مسافر يعني بتعمل عمليه، تروح تيجي بالسلامه ان شاء الله، ونتمنى لك ترجع لنا بصحه وعافيه جيده ان شاء الله، وترجع تواصل ابداعاتك وارائك وجميع المواقف المحترمه اللي احنا صحيح زي ما قلت في البدايه نتفق او نختلف معاك، لكن في النهايه لا نستطيع الا ان احنا نحترمك ونقدرك. بشكرك جدا جدا. شكرا يا استاذ عمرو، وارجو ان جمهور المشاهدين يقبلني بالحاله اللي انا عليها دي، لان انا فعلا مع الناس. بس وانت الهدف واحد من الناس. نورتنا. كان معاكم الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد، واحد من الناس.